نفى المتحدث الرسمي لاتحاد القدم عدنان المعابد مناقشة موضوع إقالة إدارة المنتخب زكي الصالح، مؤكدا أنه مستمر في منصبه، موضحا أن الاتحاد سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل لتحديد برنامج الأخضر لتصفية كأس العالم. أعلنت لجنة المسابقات عن موعد وآلية مباراة الملحقة التي ستقام بين صاحب المركز الثاني عشر من دوري جميل وصاحب المركز الثالث من دوري الدرجة الأولى، وأوضحت اللجنة أن البطاقات الصفراء لن تكون سارية وأن البطاقات الحمراء والعقوبات الانضباطية مستمرة في جميع المباريتين. حطم العداء عبد الله أبكر رقم زميله سالم اليابي البالغ 10 ثواني و13% من الثانية في أولمبياد آسيا 2002، مسجلا أسرع زمن في لقاء متساك الدولي بأمريكا، حيث بلغ رقمه 10 ثواني و4 أجزاء من الثانية، متأهلا بهذا الرقم إلى أولمبياد ريو 2016. وبذلك يكون أبكر خامس لاعب سعودي يبلغ الأولمبياد بعد تأهل يوسف مسرحي وعلي الدرعان وطارق العمري وعطل العنزي. عبر مدرب الهلال دونيس عن سعادته بتحقيق النقاط الثلاث وعلى المستوى الذي قدمه لاعبيه أمام نجران، مؤكدا أن المباراة المقبلة أمام الأهلي ستكون الحاسمة للدوري. أبدى مدرب النصر كريدة استيائه من غياب روح فريقه، مشيرا إلى أن الرائد استغل الأخطاء وحقق النقاط الثلاث. من المنتظر أن تسلم إدارة نادي الاتحاد كافة القوائم المالية الخاصة بمصروفات وإيرادات ومديوليات النادي إلى نائب رئيس لجنة انتخابات الأندية والمدقق المالي المكلف من قبل رعاية الشباب سعد رويس، وذلك لتدقيقها وتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع الذي سيعقد خلال الأسابيع المقبلة. سددت إدارة نادي الهلال مبلغ 500 ألف ريال كجزء من مستحقات إدارة نادي الرائد نظير انتقال اللاعب فيصل درويش، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي خلال اليومين المقبلين والبالغ 1,000,000 ريال. اعتمد الاتحاد الآسيوي تقسيم ملعب نادي الغرافة بنسبة 92% لجماهير الهلال باعتباره مستضيفا لتراكتور الإيراني آسيويا، فيما ستكون للخصم 8%. أعلنت إدارة نادي القادسية عن شراء جميع تذاكر جماهيرها في مباراة يوم الغد أمام الوحدة في دوري جميل.